سيداتي أنسات سادتي أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم على شاشة قناة الأهلي. نسر الأهلي يعلق في هذا اليوم في لقاء يجمع ما بين سيدات الأهلي أبطال الدوري المحلي وأبطال الكأس في مواجهة النواصر المغربي. النادي الأهلي مشاهدينا الكرام، سيدات الأهلي أدت قبل هذا اللقاء سريعا كده قلنا لحضراتكم على بطولة كأس الكؤوس الأفريقية رقم 39 للسيدات والرجال المقامة ويحتضنها النادي الأهلي على ملاعب النادي الأهلي. لقاء اليوم مشاهدينا الكرام يجمع بين النادي الأهلي المصري والنواصر المغربي. هنقول لحضراتكم سريعا كده وقدام حضراتكم الجهاز الفني اهو للنادي الأهلي، الكابتن محمد عادل زولا المدير الفني، وايضا الكابتن محمد عبد الوارث المدرب العام، والكابتن هشام عبد الوهاب بيشو مدرب النادي الأهلي في مواجهه الجهاز الفني الكابتن مصطفى والكابتن خالد وهبي والكابتن عبد الرحمن هلال. ونستمع الآن إلى السلام الوطني مشاهدينا الكرام إلى المغرب الشقيق. استمعنا مشاهدينا الكرام إلى النشيد الوطني وأيضا تحية الفريقين لبعضهم. نادي الأهلي النهاردة مشاهدينا الكرام بزيه الاحتياطي، الزي الأزرق والشورت الأسود، أما نادي النواصر المغربي فبيرتدي الزي الأحمر، التيشيرت الأحمر والشورت الأسود. هنقول لحضراتكم تشكيل الفريقين سريعا كده على ما نشوف، وآدي الكابتن نصرة إلهام عبد الملك بتوجه فرقتها كده كابتن وقائد النادي الأهلي وبتدي واضح إن هي هتبدأ التشكيل في التشكيل الأساسي. وهنقول لحضراتكم أدي أمينة عاطف ودونجو كامارا المحترفة السنغالية وقاذفة أهداف النادي الأهلي، أمينة الوينج رايت الطائر الجناح اليمين الطائر للنادي الأهلي اللي أدت مباراة قوية جدا في اللقاء الماضي الذي جمع ما بين النادي الأهلي في مواجهة بريميرو دي أغوستو أو أول أغسطس الأنجولي، وكان لقاء يتسم بالقوة على زعامة المجموعة ومن يتربع على قمة المجموعة الثانية اللي بتضم النادي الأهلي وأول أغسطس الأنجولي وهابيتات الإيفواري وأوتوهو الكونغولي والنواصر المغربي. أما المجموعة الأولى فبتضم بترو أتلتيكو أنجولا ودي جي إس بي الكونغولي ومكنن التونسي وسبورتينج المصري وفانز الكاميروني. حوار ما بين نجمتنا تؤى جدلة رقم 22 هي قدام حضراتكم، واضح ان النادي الاهلي هيبتدي تشكيله الاساسي بمين؟ تشكيله الاساسي امينة عاطف في الجناح اليمين، وادي 25 ملك احمد وفي الجناح الشمال 40 فرح حازم، وعلى الدايره اهي الهام عبد الملك وصانعه العاب دونجو كامارا اهم بيبتدي. وانطلقت صافره طاقم التحكيمي للقاء اليوم من تونس الشقيقه، سحر حاج الله وروى حاجي. ابتدى اللقاء مشاهدينا الكرام ورمية الإرسال مع النادي الأهلي، وآدي نصرة بتخرج من الستة متر وتستلم من دونجو كامارا، ودونجو توصل الكرة لمين؟ إلى تؤى. قلت لحضراتكم ملك أحمد بتخش من الجناح من الوينج رايت، استغلت قطعة أمينة على الدايرة وسحب الجناح معاها المدافع وتفتح مساحة إلى ملك اللي بتخش وتحرز اول اهداف اللقاء. وادي فريق
النواصر مشاهدينا الكرام بتلعب صانعة الألعاب رقم 8 شيماء أمير اللي معاها الكرة اهي، وعلى يمينها 88 وعلى شمالها رقم 20 المحترفة في صفوف النواصر أوليكاكا جينيدي. صفارة وفاول ورمية حرة لصالح النواصر. على الدايرة بتلعب اللاعبة رقم 5 حليمة جتيم. شيماء هتحاول تخترق وتحاول تتوغل في الدفاعات الأهلوية، وبتستكشف كده وبتتحسس تحركاتها الهجومية هي وفرقتها على مهلهم خالص. فريق النادي الأهلي مشاهدينا الكرام، حراسة المرمى النجمة المتألقة منة الله في حراسة المرمى رقم 12، وبيلعب بدفاع 6-0 مقفولة. وآدي رقم 20 اللي قلت لحضراتكم أوليكاكا بتخش وتعمل تقاطع وتفوت الكرة إلى 88 سارة حجي. وآدي أهي استلمت سارة وراحت وصوبت كرة ثباتة كده بإيديها من تحت إيدين المدافعات للنادي الأهلي، ومعها هدف التعديل وهدف التعادل لصالح النواصر المغربي عشان تبقى النتيجة 1-1. حاولت دونجو كامارا إن هي تخترق وتتوغل في الدفاعات المغربية، لكن الدفاع عليها وتقع الكرة من إيدها وصفارة وفاول ورمية حرة. توصل الكرة إلى أمينة عاطف وتخش أمينة، الزاوية كانت ضيقة عليها شوية، وتتصدى لها أسماء بلجوناني حارسة مرمى النواصر المغربي. استلمت سارة 88 الباك رايت ولعبت إلى شيماء إلى أوليكاكا، وفي الجناح الشمال رقم 77 إليسيا. وادي أوليكاكا بتصوب بقى كرة بالارتقاء وعلى يمين منا، لكن منا بكل تركيز تتصدى للكرة وتطلع رمية جانب لصالح النواصر المغربي. أوليكا وشيماء لسارة لشيماء لأوليكا تاني، ومنا تتصدى. هل هيلعب الأهلي بقى على الهجمة المرتدة والهجوم السريع المرتد؟ أمينة بتروح ولا ملك بتروح وتوصل الكرة إلى لأمينة، وأمينة تخش من الجناح بقى وتاني تصويباتها وأول أهدافها في هذا اللقاء عشان يتقدم النادي الأهلي. مشاهدينا الكرام، 2 الأهلي 1 النواصر، وإحنا بنلعب في الدقيقة 4. بتلعب في الوينج رايت الجناح اليمين رقم 19 هيرميرود المحترفة أيضا في صفوف النواصر المغربي. تقاطعات اهي وبيقلبوا طريقتهم الهجوميه الى 4-2 بنزول شيماء صانعه الالعاب رقم 8 بعد ما بتعمل التفويته للظهير، سواء كان الظهير الايسر او الظهير الايمن الباك ليفت او الباك رايت للنواصر المغربي، وبتنزل على الدايره عشان تزود لاعبه على خط الدايره. بتحاول تاني شيماء ان هي تعدي، لكن الهام عبد الملك قفله تماما عليها، ولسه الدفاع 6-0 قافلين، مفيش اي ثغرات. بيحاول يوصل لها النواصر المغربي وتصويبه كده من الجناح عن طريق 77 اليسيا، لكن حائط الصد البلوك بيصدها ويتلعب الرميه الحره ووصلت لأوليكا وتابعها دفاع الاهلي وخدتها على طول دونجو كامارا. حاولت تروح هتتوغل بقى وهتصوب وتخترق وتحرز الهدف الثالث. مشاهدينا الكرام، دونجو كامارا اهي الاعاده، وفي الاعاده كل الافاده مشاهدينا الكرام استغلت اتساع المساحه الدفاعيه في بين مركز الثلاثات في الدفاع المغربي، واخترقت وصوبت على يمين حارسة المرمى الهدف الثالث. تاني شيماء، على شمالها أوليكا وعلى يمينها سارة إلى إليسيا لأوليكا لسارة، وتتصدى القائم. حاولت شيماء اللي راحت في الجناح الشمال إن هي تعمل متابعة على الكرة، لكن تلمس في إيدها وتطلع رمية جانب
لصالح النادي الأهلي هتلعبها منا. طاقم التحكيم تونسي. مشاهدينا الكرام قلنا لحضراتكم، ولو قلنا برضو لحضراتكم على نتائج الفريقين في البطولة حتى الآن، يمكن النواصر استهل لقاءاته بمواجهة هابيتات الإفواري وانهزم، وانتهى اللقاء 29 هابيتات الإفواري مقابل 22 للنواصر، وكان في محاولة من هجوم النادي الأهلي وتصويبة لكن تتصدى لها حارسة المرمى رقم واحد أسمى وتمنع الكرة من الوصول لشبكها. قلنا لحضراتكم أول لقاء للنواصر، أما أول لقاء للنادي الأهلي فكان في مواجهة أوتوهو الكونغولي، وأوتوهو ما قدرش إن هو يجاري نجمات النادي الأهلي وتلم الكرة دلوقتي 25 بعد ما قطعت الهجمة ملك وراحت بانفراد فاست بريك لوحدها تماما وصوبت، لكن تتألق أسمى وتتصدى للانفراد التام وتمنع هدف مؤكد من الوصول إلى الشباك المغربية. وآدي بنك احتياط ودكة بدلاء النادي الأهلي قدام حضراتكم. سارة بتحاول سارة تخترق وتوصل الكرة إلى الجناح اليمين هيرمور وتتصدى منها وتروح الكرة إلى الجناح الآخر إليسيا وتصوب، ولكن تتصدى منها لتاني مرة على التوالي في الهجمة دي، وتبقى رمية مرمى للنادي الأهلي. لعبها على طول النادي الأهلي إلى دونجو كامارا، هتخش دونجو وتتوغل دونجو وتصوب، لكن تتصدى سارة أسماء تاني تصدي على التوالي لحارسة النواصر المغربي. ادي الاعاده اهي، دونجو اخترقت كمارة وتوغلت وصوبت، لكن تصدي اسماء كان بالمرصاد لتصويب الدونجا وما نجحش ما نجحتش ان هي توصل الى الشباك المغربيه. 3 الاهلي 1 النواصر، بنلعب في الدقيقه 9 مشاهدينا الكرام. وغير دلوقتي المراكز ما بين الخط الخلفي للنواصر المغربي، اوليكا جت في الظهير الايمن الباك رايت، وراحت ساره في الباك ليفت. اهي اوليكا بتحاول، لقت الاتجاه والطريق مقفول عليها من ناحيه الظهير الايسر من ناحيه الباك ليفت امام الدفاعات الاهلاويه، فغيرت وحاولت تستغل بقى او في وجهه نظرها يعني ضعف الدفاعات في هذه الجهه، وبتصوب تاني تصويبه، لكن تصدي وبلوك وحائط صد بايد واحده من تقى جدالله بتمنع الكوره من الوصول للشباك. تاني كوره توصل للجناح وتصوب الجناح الشمال اليسيا الوينج ليفت للنواصر، لكن بره الثلاث خشبات وتبقى رميه مرمى لصالح النادي الاهلي. فرح الى تقى، وتقى توصل لملك، ومن ملك لامينه، وتخش امينه من الجناح اليمين الوينج رايت تصوب. اهي شايفين التمريره دخلت امينه ووسعت لنفسها ولعبت مع حارسه المرمى اسمى وحطت الكوره برست ايدها فوق اسمى في الزاويه البعيده، الهدف الرابع في هذا اللقاء مشاهدينا الكرام. قلنا لحضراتكم على نتائج الجوله الاولى لكلا الفريقين، اما في الجوله الثانيه وقطعت دلوقتي الهام الكوره، لكن كرة ارتطمت بقدمها وبقت صفارة وفاول ورمية حرة للنواصر. تاني اوليكا لشيمة، سارة بتصوب لكن برضو بلوك قوي من الدفاعات الاهلوية وتطلع رمية جانب لصالح النواصر. في صفارة واللعب متوقف، هنشوف لحضراتكم ليه، هل في تايم اوت طلبوا الجهاز الفني ولا في ايه. وآدي مراقبة المباراة من الاتحاد الأفريقي نير الأنجولية بتطلب من طاقم التحكيم في حاجة في الملعب. وحوار
جانبي، ممكن يكون في تعليق من المدير الفني للنواصر ان الكوره جت في الشبكه، فهي في شبكتين راكبين على المرمى اللي بيذود عنه منه، ففي شبكه منهم مقطوعه وطالع منها طرف من الشبكه كده، فالكوره لما ارتطمت بيها فكان المدير الفني بيقول ان الشبكه ان الكوره جت من داخل المرمى وخرجت، لكن ده ما حصلش لان الكوره كانت من بره المرمى ما كانتش من الداخل، فبالتالي تم على طول الدخول الى ارض الملعب عن طريق مسؤولين صاله النادي الاهلي، وتم اصلاح و يعني ان هم نهوا هذا الشبكه القطع اللي كان في الشبكه، وتم تركيب الافيز ليها وتمام. واستأنفنا اللقاء مع حضراتكم، وبتخش دلوقتي اللاعبه رقم 77 اليسيا من الجناح وتحصل على رميه جزائيه لصالح النواصر المغربي، وليكاكا هتصوب الرميه الجزائيه في مواجهه منا، وبتنجح دلوقتي في تسجيل الهدف الثاني على شمال منا في المقص بتصويبه سريعه وقويه في الشباك الاهلاويه عشان تقلل الفارق الى هدفين، 4 الاهلي 2 النواصر، وبنلعب في الدقيقه 11 من زمن واحداث الشوط الاول. مشاهدينا الكرام، دونجو نزلت على الدايره دلوقتي وحاولت تقلب برضو الطريقه الهجوميه الى 4-2، لكن كان فيه دوس وتلامس كده من قدمها على خط السته متر، وبقت صفاره وفاول ورميه حره للنواصر المغربي. هنكمل لحضراتكم برضو النتائج الفرقتين في اي توقف هيجي ان شاء الله، ولكن هنخلينا مع الهجمه اللي شيماء بتحاول ان هي برضو اهي عدلت ونزلت على الدايره عشان تستلم على الدايره من اوليكاكا، لكن كان في دفاع من الهام عبد الملك، وصفاره وفاول والرميه الحره للنواصر. تغيير وتقاطعات في المراكز كده، وادي اوليكاكا تاني هتصوب، لكن منا تتصدى وتتألق، ومتابعة من الجناح هيرمن ريود، لكن كانت في تلامس على خط الستة متر، وصفارة وفاول ورامية الحرة للنادي الأهلي، اتلعبت سريعة وصلت لملك، دفاع قوي من أوليكاكا وتوقف الكرة وتبقى فاول لصالح النادي الأهلي. دونجو كامارا لسه ما شفناش التدعيمات الأوروبية اللي بتشارك مع النادي الاهلي سواء كان ماتا او ناتاشا، وادي دونجو توصل الكوره الى ملك لدونجو تاني الى 22 تقى، ومن تقى لامينه على الدايره وتستلم لالهام عيد عبد الملك، الحقيقه استلمت ولفت وصوبت، لكن كان في اعاقه ليها ودفاع قوي وتحصل على الرميه الجزائيه لصالح النادي الأهلي. رمية 7 أمتار بنالتي، رمية جزائية لصالح النادي الأهلي، ملك خداع وصوبت الرمية الجزائية، عملت التهويشة كده والتصويب بعد كده بره الثلاث خشبات، بتبقى رمية مرمى لصالح النواصر المغربي. اتلعبت على طول الرميه، رميه المرمى وصلت الى هيرمن ريود لاوليكاكا لشيماء لساره لاوليكاكا تاني اللي هتحاول تخترق وتوصل الكره على الجناح، وطلعت حاولت تلعب كره عرضيه لكن ترجع الى نص ملعب النواصر المغربي، وعلى طول اشاره اللعب السلبي
وكان في تصويبه من اوليكاكا وحائط صد بلوك، لكن منا عملت متابعه للكوره ولمستها، لكن حكم اللقاء روى بتحتسب رميه جانب، وحاولت تعمل دلوقتي هجمه مرتده فاست بريك سريع لامينه اللي ارتطمت مع مين؟ مع شيماء. وقعت امينه على الارض، اهي الفاست بريك كانت رايحه وشيماء كانت بتحاول تقطع الكوره واصطدمت اللاعبتين ببعض، وقامت امينه الحمد لله سليمه. واستأنفنا اللقاء مع حضراتكم. ملك الى دونجو كامار الى تؤى، وتقع الكرة من ملك تلمها تاني وتلعب لتقع، رجعتها لملك. تمرير كرة كده وتحركات ما بين الخط الخلفي وتغيير مراكز، يعني شايفين حضراتكم دونجو كامارا راحت لعبت في الباك رايت هناك زي ما عملت اوليكاكا، برضو راحت دونجو جت قدامها اهي عشان تحاول تغيروا المراكز ويفتحوا ثغرات في الدفاعات المغربية. وادي ملك اهي في صانعة الالعاب، وتقاطع وحاولت تقى ان هي تخترق، لكن لسه تقى ما طلعتش اللي عندها، ولسه الكروت والاوراق الرابحه في تشكيل النادي الاهلي. بيحتفظ برضو الكابتن محمد عادل على الدكه، وادي بتخش امينه كلاكيت تاني مره، تصويبه بريست ايديها بتوسع لنفسها، اهي الاعاده استلمت الكوره خدت الخطوه وسعت لنفسها نزلت بايديها، حارسه المرمى نزلت ايديها لتحت، لعبت الكره بريست ايدها من فوق حارسه المرمى، الهدف الخامس لصالح النادي الاهلي. مشاهدينا الكرام، واحنا بنلعب في الدقيقه 16 من زمن واحداث الشوط الاول من هذا اللقاء، اللقاء اللي بيجمع بين النادي الاهلي في مواجهه النواصر المغربي. تاني كره من شيماء الى هيرمي ريود، لكن تقع الكرة من ايدها ويحاول عليها دفاع الاهلي، لكن كان فيها اعاقة وفول وخطأ لصالح النادي الاهلي. اتلعب على طول لدونجو كامارا، على يمينها تقع وعلى على يمينها ملك، وعلى شمالها تقع هي اللي معاها الكرة 22 الباك ليفت للنادي الاهلي. ملك لدونجو كامارا لملك، تخترق ملك وتتوغل وتصوب وتحصل على الرمية الجزائية من طاقم التحكيم التونسي سحر حجي ورؤى حجي. رمية جزائية، الهام عيد تصوب وتحرز على شمال حارسة المرمى الهدف السادس. اتلعبت رمية الإرسال، وادي زي ما بقول لحضراتكم اهو فريق النواصر بيحاول جاهدا انه يجاري نجمات النادي الاهلي، لكن حتى الان التقدم والغلبه واحكام السيطره على هذا اللقاء لصالح النادي الاهلي. قلنا لحضراتكم على ان منافسات السيدات منقسمة في كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد رقم 39 منقسمة إلى مجموعتين، وآدي ملك لإلهام، وإلهام استلمت ووسعت لنفسها وصوبت وحرزت الهدف السابع لصالح النادي الأهلي. أهي تقى وخدت عليها الاثنين مدافعات النواصر وسابت الكورة لإلهام عيد، والهام وسعت وبعدت عن المدافع رقم 3 للنواصر وصوبت واحرزت الهدف السابع. وادي تعليمات وتوجيهات للكابتن زولا المدير الفني للنادي الاهلي. شيماء اوليكاكا هيرمي رود، وادي تنبيه وتحذير من طاقم التحكيم على دونجو كامارا ان ما يبقاش فيه ماسك من التيشيرت ليه في الحلقه الدفاعيه، وهي بتقول لها طب ما هي برضو ماسكاني، قالت لها لا انت بتمسكيها من الخلف.
وادي شيماء بتتوغل وتخترق وتتعمق وتحرز الهدف الثالث للنواصر المغربي. وفي ايقاف دقيقتين اهي على مين؟ على اللاعبه رقم 22 تؤى من النادي الاهلي. وهتطلع ملك وهتنزل دلوقتي مين؟ هتنزل متى رقم 3 المحترفة اللي استعان بها النادي الأهلي لتدعيم صفوفه في هذه البطولة. متى رقم 3 بتلعب فيه الدوري المونتينيجرو والمنتخب المونتينيجرو لعبة دولية، وبتخترق في هذه الأثناء دونجو كامارا هي رقم 15 قدام حضراتكم، وتخش من المركز العكسي خالص من بين واحد واثنين الدفاعيتين في صفوف الدفاع المغربي ما بين الوينج والباك، وتحرز الهدف الثامن لصالح النادي الأهلي. هل هيستغل بقى؟ وآدي برضو دفعة اهي من إلهام عيد إلى شيماء وصفارة وفاول ورمية حر. هيستغل النواصر النقص العددي في صفوف النادي الأهلي دفاعيا، ولا نجمات الأهلي هيبقى لهم رأي تاني؟ وفعلا اهو قافلين تماما منطقة مرماهم، وبيجبروا فريق النواصر بيجبروا سارة على التصويب من الخارج، وتبقى بره الثلاث خشبات. وادي متى بقى اولى هجماتها ومنها لإلهام، وحاولت تحط الكرة بقى برست ايديها كده زي ما كنت بقول لحضراتكم على تصويبة امينة، لكن هنا حارسة المرمى اهي الاعادة، شايفين تمريرة والاسيست من متى. هنا حارسة المرمى ايديها كانت فوق اهي ما نزلتهاش، هي طالعة بايديها من تحت لفوق ما خد، فبالتالي ما قدرتش تنجح الهام عيد من احراز الهدف في الشباك المغربية. رجعت اوليكاكا تاني في الظهير الايمن الظهير الايسر، وراحت شيماء في الظهير الايمن، تغيير في المراكز. ونزلت دلوقتي رقم 11 وتقع الكرة من ايد اوليكاكا، تلمها الى هام عيد الى دونجو كامارا الى امينة. وقف تاني وهدى النادي الاهلي ملعبه ومن امينة لماتا، ونزلت شهد الشواربي على الدايرة، وماتا تاني تمريرة خلفية كده باك هاند بايديها من ورا ظهرها الى عكس اتجاه سيرها الى الهام عيد على الدايرة، تستلم الهام وتصوب، لكن تحصل على الرمية الجزائية وايقاف دقيقتين على لاعبة النواصر المغربي. متى هتتصدى للرمية الجزائية؟ وتصوب متى وتحرز الهدف التاسع لصالح النادي الاهلي. اهي الاعادة اهي في مواجهة حارسة المرمى، واستغلت هنا الذكاء والمهارات الفنية ان هي صوبت على القدم الثابتة لحارسة المرمى. هي حارسة المرمى كانت واقفة على رجليها الشمال ورجليها اليمين مرفوعة على الارض، فبالتالي الرجل الشمال دي هتبقى ثابتة ما تقدرش تتحرك وتوجهها عشان تتصدى بيها للكورة. كمل النادي الاهلي دلوقتي، وادي ريحاني رقم 11 اللي بتلعب فيه الظهير الايمن الباك رايت، اللي نزلت ريحاني الاندلسي، ونزلت رقم 5 ايضا حليمة جاتيم. ريحاني وصفارة وفاول عكسي على الهجوم المغربي، وتروح الكرة لدونجو كامارا تلمها وتلعب الى ملك لإلهام عيد لملك لدونجو لتؤى، وترتقي تؤى وتصوب من بره التسع امتار، لكن بره الثلاث خشبات اهو الارتقاء، طلعت فوق الدفاع وحطت الكوره على يمين حارسه المرمى ارضيه لكن بره المرمى، وتبقى رميه مرمى لصالح النواصر المغربي. 9 الاهلي 3 النواصر المغربي. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، بنلعب في الدقيقه 23 من زمن واحداث الشوط الاول في هذا اللقاء. شيماء، وادي في تحذير اهو لتؤى تاني من
طاقم التحكيم وتقع يعني بتقول ان هي حكم اللقاء اليوم ان هي يعني قصيره وادي صفاره وفاول لصالح النادي الاهلي، فاول عكسي على الهجوم المغربي تلعبها على طول الهام عيد الى الجناح الطائر زي ما قلت لحضراتكم. امينه استلمت الكوره حطت الدريبلايه خدت خطواتها ارتقت وبعدت عن اوليكاكا وصوبت الهدف العاشر لصالح النادي الاهلي. نزلت زي ما قلت لحضراتكم رقم 5 حليمه جتيم في الوينج رايت. صفاره وتايم اوت وقت مستقطع بيطلبوا بقى الجهاز الفني للنواصر المغربي. فرصه نكمل لحضراتكم ونقول لحضراتكم على نتائج الفريقين. قلنا مجموعة اللي بتقام مبارياتها واللقاء ده احد مباريات المجموعه الثانيه اللي بتضم اول اغسطس الانجولي والاهلي المصري واوتوهو الكونغولي وهابيتات الايفواري والنواصر المغربي. يمكن المجموعه بيتسيدها دلوقتي على راس المجموعه برغم من خوضه 3 لقاءات فقط ويتبقى له لقاء هيقام النهارده ان شاء الله. اول اغسطس الانجولي لعب 3 لقاءات وفاز في الثلاث لقاءات 114 هدف ودخل شباكه 65 هدف بفارق اهداف 49 هدف وليه من النقاط 9 نقاط. اما النادي الاهلي فبيجي في المركز الثاني بعد خوضه 3 لقاءات قبل هذا اللقاء، فاز في لقاءين وهزيمه في لقاء وحيد امام اول اغسطس واحرز 99 هدف ودخل شباكه 79 هدف بفارق اهداف زائد 20 وليه من النقاط 7. اوتوهو الكونغولي 4 مباريات فاز في لقاءين وهزيمه في لقاءين ب 84 هدف وعليه 117 هدف بماينس 33 هدف و8 نقاط. استأنفنا اللقاء مع حضراتكم واتلعبت الكوره مع او الهجمه مع الفريق المغربي شيماء اللي بتحاول تتوغل وتخترق الدفاعات الاهلاويه وتقع الكوره تلمها الهام لامينه زي ما بقول لحضراتكم. امينه هي رايحه وتعمل اسيست عكسي ولا اروع لالهام ومنها لدونجو لكمارا وهنا بقى تقع بقى بتستغل مهاراتها بقى في التصويب من الثبات من الحركه كده بدون ارتقاء وبدون جامب. اهي الكوره استلمتها دونجو لتقى واستلمت تقى وصوبت تقى وهي بتتحرك بدون ما ترتقي وقبل ما الدفاعات المغربيه تبتدي تاخد وضع الاستعداد لمقابلتها وتصوب الهدف ال11 لصالح النادي الاهلي. اوليكاكا تصوب منا تتصدى دونجو كمارا تلم تعملها على طول لشهد الشواربي استلمت على الستة متر ومن منتصف منطقه مرمى النواصر المغربي اهي استلام الكوره لفت وحطت الدريبلايه وخدت خطواتها وبصت على الجون تماما واحرزت الهدف ال 12 مشاهدينا الكرام. بيجي في اخر ترتيب المجموعه الثانيه هابيتات بخمس نقاط والنواصر بثلاث نقاط. يمكن النواصر لعب 3 مباريات لم يفز في اي لقاء مشاهدينا الكرام، انهزم من اوتوهو الكونغولي 38-19 وانهزم من هابيتات قلنا 29-22 وانهزم من طبعا اول اغسطس بريميرو دي اغسطس الانجولي 39-15. اما النادي الاهلي فقلنا لحضراتكم ان هو بيجي كده كتاني المجموعه بعد هذا اللقاء يكون كده النادي الاهلي خلص مبارياته في هذه المجموعه وان شاء الله كده هيحصل على المركز الثاني في المجموعه. وكره دلوقتي تتقطع من الدفاعات من الهجوم المغربي تلمها امينه عاطف على طول وتعمل هجمه مرتده فاست بريك سريع على موجه واحده. اهي التمريره لا دي كانت من ملك الى دونجو كامارا
ودونجو حطت الكورة الدريبلاية وراحت لوحدها خالص وصوبت على يمين حارس المرمى أرضية ومعاها الهدف الـ13 لصالح النادي الأهلي. كابتن جولا ونظرة إلى المستقبل كده في اللقاءات القادمة وفي الدقائق المتبقية من الشوط الأول وباقي مباراة والشوط الثاني في هذا اللقاء. طبعا هو كان كابتن عادل يهمه أنه هو كان يفوز على لقاء وآدي واختراق من أوليكاكا وتعمق كده في عمق الدفاعات الأهلوية من منتصف الملعب ما بين مركزين ثلاثة دفاعيين في صفوف النادي الأهلي. مشاهدينا الكرام أهي شايفين استلمت الكرة وآدي راحت حاول التعدي من المنتصف كده ما بين إلهام عيد وما بين تؤى ورمية جزائية تتصدى بقى للرمية الجزائية طبعا نجمة حراسة مرمى النادي الأهلي غادة حسام اللي نزلت وتتصدى لي الرمية الجزائية وتلعب الكورة وتوصل إلى تؤى. أهي غادة حسام قدام حضراتكم في الإعادة والإعادة فيها كل الإفادة وفعلا أهي تتصدى وتطلع الكورة بعد تصدي غادة إلى رمية مرمى اتلعبت سريعة وصلت لتؤى حاولت تؤى تخترق لكن حصلت على فاول وادي هجمة مرتدة بعد ما اتقطعت من النادي الأهلي لكن غادة بكل إجادة تتصدى إلى الانفراد الفاست بريك السريع من نسيمة بكر رقم 2 من الهجوم المغربي وتمنع الكورة الهجمة المرتدة الفاست بريك من الوصول إلى الشباك الأهلوية عشان تحافظ على فارق العشر أهداف حتى الآن في هذا اللقاء في وإحنا بنلعب في الدقيقة 29 بيت زمن وأحداث الشوط الأول 13 النادي الأهلي 3 النواصر. كرة من دونجو كامارا على الدايرة لشاهد الشواربي استلمت ودارت لفت وصالت وأحرزت التصويبة لكن ما تقدرش تعانق الشباك الأهلوية وتحصل على الرمية الجزائية وإيقاف دقيقتين على اللاعبة رقم 77 إليسيا صغيري والرمية الجزائية لصالح النادي الأهلي. إلهام عيد عبد الملك بتصوب على يمين حارسة المرمى اهي وفي الإعادة كل الإفادة للاعبتنا ونجومنا إن هي بتشوف وضع حارسة المرمى ايه والزاوية اللي تقدر من خلالها تسجل وفعلا إلهام عيد عبد الملك الشقيقة طبعا الحقيقة يعني إعادتنا وإفادتنا عبر قناتنا وعبر فريق عمل قناة النادي الأهلي ومخرجنا وطاقم الإعداد الحقيقة اللي على طول في كل صغيرة وكبيرة وحصريا عبر شاشتنا شاشة قناة النادي الأهلي بتخلينا نوصل إلى أدق التفاصيل وتفاصيل التفاصيل ومن خلال هذه التفاصيل دونجو كامارا بتصوب بقى قذيفة من قذيفات أهدافها تحرز بيها الهدف الـ15 عشان ينتهي الشوط الأول. مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة النادي الأهلي بفوز النادي الأهلي 15-4 وهي الإعادة لآخر أهداف دونجو كامارا وتصويبتها القوية 15 الأهلي. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان 4 النواصر المغربي. شكرا لحضراتكم على متابعتكم معنا واستراحة قصيرة ما بين شوطي اللقاء على أمل اللقاء بكم في أحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سادتي أنسات سادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى معلقكم الرياضي إيهاب رجب لنقل أحداث وقائع الشوط الثاني من اللقاء الذي يجمع ما بين النادي الأهلي في مواجهة النواصر المغربي ضمن منافسات كأس الكؤوس الإفريقية رقم 39 للسيدات والرجال. لقاء اليوم في منافسات السيدات مشاهدينا الكرام انتهى الشوط الأول ونجح النادي الأهلي ان هو ونجمات الأهلي ان هم يحسموا الشوط الأول لصالحهم بنتيجة 15-4 ويمكن ادي الكابتن حوار
ما بين الكابتن ياسر لبيب اهو اللي قاعد في المدرجات بتيشيرت النادي الاهلي الازرق اهو، رئيس جهاز كرة اليد في النادي الاهلي، ولقطات واعادات كده بقى من المتألق دائما محمد دكروري مخرج لقائنا، أمينة عاطف والوينج رايت لي النادي الأهلي دونجو كمارا والاختراقات وقذائف الأهداف الجو جو، أمينة واللعب بريست الإيد موجود والتصويبات القوية موجودة، الكابتن خالد مرسي مدير فرع النادي الأهلي بالجزيرة في المقصورة الرئيسية بالصالة، وادي جانب من الحضور، ويمكن دي والدة أمينة عاطف الجناح الطائر للنادي الأهلي ولمنتخبنا الوطني للسيدات، وجانب من الحضور والجماهير كابتن خالد عثمان مدرب حراس المرمى وكابتن محمد عبد الوارث، وحوار بقى مع ناتاشا المونتينيجرو اللي هيبتدي الكابتن، واضح الكابتن عادل قاعد اهو هيدينا، وجانب من الحضور والجاليه اللي بتتفرج، ويمكن فعلا زي ما مخرجنا الجميل محمد دكروري بيختارها ان هي دي لقطه المباراه في هذا اليوم الجميل. الحقيقه عرس رياضي افريقي بيحتضنوا النادي الاهلي زي ما تعود دائما وعودنا دائما ان احنا بنحتضن جميع الرياضات والمباريات واللقاءات، يمكن دي بمناسبة احتفالية الاتحاد الأفريقي بمرور 50 عام على إنشائه، اللي استطاع النادي الأهلي طبعا تحت قيادة ولا أروع ولا أنقى ولا أجمل من كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اللي استطاع إن هو يحصل على التعاقد مع الاتحاد الأفريقي لاحتضان البطولتين، بطولة كأس السوبر الأفريقي للرجال والسيدات، وأيضا بطولة كأس الكؤوس الأفريقية للرجال والسيدات رقم 39. هي يمكن دي الصالة الصغيرة مش الصالة الكبيرة، مش صالة الأمير عبدالله الفيصل اللي بتقام عليها منافسات البطولتين، بتقام سواء كانت الرجال السيدات أو الرجال بتقام على الصالتين، فالنهاردة النادي الأهلي بيلعب على الصالة الصغرى بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. محتضنين عندنا 11 فريق على مستوى السيدات، 10 فرق على مستوى السيدات، و9 فرق على مستوى الرجال. هو ده كان قبل، ده كان بعد اعتذار وانسحاب الترجي التونسي وفاب الكاميروني. استأنفنا اللقاء مشاهدينا الكرام، وبدأت أحداث الشوط الثاني ورمية الإرسال اتلعبت على طول لصالح النواصر المغربي، شيماء لأوليكاك بتحاول تتوغل، لكن ناتاشا بقى اللي نزلت دلوقتي وبتدافع في مركز 3، هي وجنبها مين اللي نزلت معاها؟ نزلت رقم 19 سارة حسام ايضا، الاثنين بيلعبوا شهد الشواربي وناتاشا في مركز الثلاثات الدفاعي، وسارة حسام وايضا نزلت دلوقتي كمان حارسة المرمى رقم 1 أمنية خالد، وعلى طول ماتا رايحة ماتة وتلعب الكرة في الجناح إلى رقم 19 سارة حسامة، هي اللي راجعة قدام حضراتكم، استلمت الأسيست من ماتة وأحرزت الهدف في الزاوية الضيقة بعد ما وسعت لنفسها زاوية التصويب وحركت حارسة المرمى وخلتها تروح على الزاوية البعيدة. أهو شايفين حضراتكم خدت الارتقاء، حارسة المرمى راحت على الزاوية البعيدة وحطت لها الكرة على شمالها في الزاوية الضيقة. تصويبة تاني عن طريق مين؟ عن طريق اللاعبة رقم 19 هيرمريود، وصوبت لكن أمنية
بتتصدى ويعملها النادي الاهلي هجمه مرتده سريعه توصل الى ناتاشا وتخش ناتاشا وتحرز الهدف في الشباك المغربيه عشان يزيد النادي الاهلي اهي استلام ناتاشا ودخلت واستغلت المساحات الكبيره الواسعه في الدفاعات المغربيه وصوبت على شمال حارسه المرمى. امنيه خالد في حراسه المرمى هي قدام حضراتكم ونزل النادي الاهلي يعني نقدر نقول بتشكيل جديد في جديد بتلعب 20 رنا راضي في مركز المدافع هناك في الوينج ليفت وعلى يمينها بتلعب ايضا 99 الاء صابر وتاني فاست بريك سريع تلمها ساره وتخش ساره وبين الدفاعات المغربيه حطت الدريبلايه كده وعدت واحرزت تاني اهدافها على التوالي. اهو شايفين الاستلام في ثلاث مدافعات بيدافعوا عليها بالرغم من كده ساره بكل جساره بتخش وتحط الكوره والهدف ال 18 لصالح النادي الاهلي عشان تزيد من الام واوجاع فريق النواصر المغربي. كوره على الدايره تاني تقطعها ساره وتروح شهد الشواربي وتصوب شهد على يمين حارسه المرمى رقم واحد اسماء بلجوناني اهي رايحه شمال يمين شمال وارتقاء ونظره فاحصه على الثغرات اللي موجوده في الشباك المغربيه وتصوب على يمين اسماء الهدف ال 19. اوليكاكا في الباك اليمين في الباك الشمال شيماء في نص الملعب تغيير في المراكز ونزول وتعمق واختراق للدفاعات وكان فيها خطوه زياده فعلا لكن ما احتسبتش واتلعبت على طول بن شاهد رميه الارسال على طول سريعه النادي الاهلي بيعمل سنتره سريعه مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اتلعبت رميه الارسال اهو بصوا الاعاده اللي فيها كل الافاده على طول اللاعيبه رقم 2 نسيمه احرزت الهدف اتلعبت رميه الارسال الى متى ومن متى وفعلا اعاده كومبو اعاده هدف النواصر واعاده لهدف النادي الاهلي السريع جدا من رميه الارسال من السنتره السريعه باص تاني باص راحت بيها على طول شاهد واحرزت الهدف العشرين. زاد الفارق مشاهدينا الكرام دلوقتي اصبح فارق 15 هدف وتقع التاني الكرة من ايد شيماء ونزلت اللاعبة رقم 2 نسيمة اللي قلت لحضراتكم وتصدي من امنية خالد وتعمل الفاست بريك السريع الى سارة بكل جسارة بلمحة فنية جميلة سارة استلمت الكرة على الستة متر بالظبط فاست بريك سريع اهي والاعادة اهي استلام وخطوة التانية حطت الكرة برست ايديها في المقص في التمانيات زي ما بنقول كده بلغة كرة القدم في التمانيات على طول في الزاوية 90 كرة جميلة وهدف جميل من رقم 19 سارة حسام. شيماء استلمت الكرة ومنها إلى إليسيا لكن بره الشباك وحاولت يعملها النادي الأهلي فاست بريك سريع إلى 99 ألاء لكن كرة طويلة وتطلع رمية مرمى لصالح النواصر المغربي. النادي الاهلي مشاهدينا الكرام كده هيبقى ان شاء الله بعد نهايه هذا اللقاء هيبقى كده حجز المركز الثاني في المجموعه وبكده ان شاء الله النادي الاهلي بكره يلعب مع ثالث المجموعه الاولى. رمية المرمى اتلعبت سريعة إلى متى من متى إلى رنا راضي اللي نزلت فيه الظهير الأيسر بقى الباك ليفت دلوقتي وفي الجناح ألاء وكورة توصل لشهد الشاربي على الدايرة تلف وتصوب والهدف ل 22 أهي متى أسيست استغل التراخي كده الدفاعات المغربية وبطئهم وعملت كورة لشهد
اللي استلمتها وفي الشباك المغربية سجلتها الهدف الـ22. تاني ليسيا لنسيمة، ومن نسيمة إلى اللاعبة رقم 7 حسنة، واستلمت حسنة وصوبت لكن تصدت أمنية خالد، لكن كان في دفاع وإعاقة من دفاعات النادي الأهلي وصفارة وفاول ورمية حرة وإيقاف لمدة 2 دقائق. تاني نسيمة إلى الظهير الأيمن دلوقتي اللي كانت بتلعب في الشوط الأول في الجناح، طلعت في الباك رقم 19 هيرمريود اللي صوبت على شمال أمنية خالد، استلمت وارتقت والدفاع كان متأخر شوية دفاعات الأهلوية وأحرزت الهدف السادس للنواصر المغربي. نزلت دلوقتي ملك رقم 25 لرنا راضي وتوصل الكرة لسارة حسام، لكن تتصدى أسمى بلجوناني لتصويبة سارة وتبقى هجمة لصالح الفريق المغربي. تاني هيرمرول هتحاول تعمل التمريرة العرضية، تقع تلمها ماتة وتروح ماتة منها إلى شهد، واستلمت كرة بذكاء شهد، عملت الكرة والدريبلاية بإيديها الشمال وبعدين نقلت الكرة لما بعدت عن الدفاع، أهي الإعادة شايفين، وخدتها من الشمال حطتها في اليمين الإيد اللي هي بتستعملها وبتصوب بيها، لكن كان في تألق غير عادي وتصدي من أسمى وتحرز الهدف. دلوقتي شايمة صانعة ألعاب النواصر ورانا راضي تلعب رمية الإرسال السريعة، وبن رانا أهي شيماء اخترقت وتوغلت وصوبت الهدف السابع للنواصر، واتلعبت على طول وكان فيها خطوة زيادة وما احتسبش الهدف، ووصلت الكرة من متى لرانا راضي اللي عملتها أسيست عكسي إلى سارة حسام، وراحت دلوقتي لعبت بقى مع حارسة المرمى، راحت بإيديها على الزاوية البعيدة، فحارسة المرمى فتحت ايديها وراحت بالزاويه البعيده وبعدين لمت ريست ايدها وحطتها في على شمال حارسة المرمى الهدف. وادي بتخش على طول اللاعبه بترد، اللاعبه رقم 77 اليسيا تحرز الهدف لصالح الفريق المغربي. رنا راضي لمين؟ للاعبه رقم 5 بقى ناتاشا اللي بقول لحضراتكم نزلت واشركها زولا المدير الفني للنادي الاهلي الكابتن محمد عادل في الشوط الثاني، واخترقت وصوبت الهدف ال 24. 24 الاهلي 7 النواصر المغربي. بنلعب في الدقيقه 10 مشاهدينا الكرام. تاني بتحاول اليسيا وفعلا الهدف الثامن فعلا بعد الغاء الهدف اللي احتسب ل شايمة لأن كان فيها تلامس للخط، وبقت النتيجة الآن 24 الأهلي 8 النواصر المغربي. تاني إليسيا اللي راحت دلوقتي في الجناح الشمال الوينج ليفت، وبتلعب رقم 2 نسيمة في الباك ليفت، وفي النص كصانعة ألعاب شايباء. تاني لهيرمرود وفعلا نشكر مخرج اللقاء استاذ محمد دكروري اللي معانا على طول، هجمه بهجمه وكوره بكوره واعاده باعاده واللي فيها كل الافاده. ادي كان في كوره لغاده لساره حسام استلمتها وصوبت، وكان في هدفين لصالح الفريق المغربي لكن ما تمش احتسابهم بالرغم من معانقتهم للشباك الأهلوية، إلا إن هو كان واحدة فيهم فيها 4 خطوات على شيماء،
خطوة زيادة، واحدة كان فيها دوس على خط الستة متر من إليسيا فما احتسبوش الهدفين، فيبقى النتيجة زي ما هي قدام حضراتكم الآن 25 الأهلي 7 النواصر المغربي. نلعب في الدقيقة 12 من زمن وأحداث الشوط الثاني من المباراة. تاني الفريق المغربي وتقاطعات كده وتغيير في المراكز وتصويبة عن طريق اللاعب رقم 7 حسنة عكس اهي، استلمت الكرة والتقاطع من شايمة، حطت الدريبلاية وراحت، استغلت ان شهد مشغولة مع لاعبة الدايرة فما كانش في حد من الدفاع الاهلاوي بيقابلها، فبالتالي صوبت عكس حركة امنية خالد على شمالها الهدف الثامن. تغيير في المراكز وتقاطعات وقطع كده للأجنحة عن طريق سارة حسام، بتقطع وتغير مركزها من الجناح اليمين الوينج رايت اهي، واستلمت الاسيست من رنا راضي ولفت وصوبت باقتدار الهدف في الشباك المغربية الهدف 26. أمنية خالد ونظر الترقب وتركيز، وانا شايف دلوقتي برضو ليلى نزلت اهي الرقم 23 وبتطلب من سارة حسام ان هي تضم عليها وما تفتحش المساحات شوية في الدفاعات لان ما كانش في حد قدامها. ليلى، ناتاشا، كل دي تحركات دفاعية لنجمات النادي الاهلي، والكرة توصل للجناح رقم 7 حسنة رجف الله وتصوب، لكن أمنية خالد كانت قافلة تماما. متى بقى بتعمل التغيير الاتجاهات وتوصل الكرة للجناح رقم 99 الوينج ليفت للنادي الأهلي آلاء صابر، وتخش آلاء وتحصل على رمية جزائية وكان فيها إعاقة كمان وإيقاف لمدة دقيقتين على لاعبة النواصر المغربي. الرمية الجزائية رمية السبع أمتار سارة حسام في مواجهة أسمى، خداع وتصويب وهدف تأكيد عن طريق رقم 19 اهي. الإعادة عملت التهويشة وبعد كده صوبت الكرة في الشباك المغربية في المقص على شمال حارسة المرمى الهدف 27 لصالح النادي الأهلي. كنا بنقول لحضراتكم ان النادي الأهلي بكده هيقابل ثالث المجموعة الأولى إن شاء الله في لقاءات دور الثمانية، لأن طبعا نظام البطولة إنها هيصعب أول أربع فرق من كل مجموعة على حسب ترتيبهم أول تاني تالت رابع، أول المجموعة بيلاعب رابع المجموعة الثانية وتاني المجموعة الأولى يلاعب تالت المجموعة الثانية، والعكس صحيح، أول المجموعة الثانية يلاعب رابع المجموعة الأولى. وآدي كرة تانية وتألق بقى من أمنية خالد بتتصدى من إليسيا للكرة اللي خدتها ولمتها وعدت في ظهر ماتا، لكن أمنية هي شايفين التركيز والإصرار في التصدي للتصويبات. وآدي رنا بقى بتخش، رنا راضي بتخش وتمارس هوايتها بقى في تسجيل الأهداف وإحراز أهي رقم 20 رنا راضي اللي صوبت وأحرزت في الشباك المغربية الهدف 28 عشان تزيد من تأكيد النادي الأهلي على حسم هذا اللقاء لصالح نجمات وسيدات النادي الأهلي في هذا اللقاء، وتأكيد حصولهم على المركز الثاني في المجموعة عشان هيقابلوا ثالث المجموعة الأولى اللي هو هيبقى أحد الفريقين يا إما مكنن التونسي او دي جي اس بي الكونغولي او سبورتينج المصري اللي بيشاركوا في المجموعه الاولى، لان مجموعه الفريقين دلوقتي المجموعه الاولى هنقول لحضراتكم بس بعد الاعاده دي اللي وصلت الكوره بالهدف 29 الى اللاعبه رقم 99 آلاء في الوينج ليفت للنادي الأهلي وارتقت وصوبت الهدف 29.
المجموعة الأولى مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، قطعت الكرة تاني بعد ما وقعت، خدتها رنا راضي، راحت لوحدها لسارة حسام اللي بتحط الدريبلاية وبتاخد الارتقاء والثلاث خطوات وتبص على المرمى وتصوب الهدف. اهي استلام الدريبلاية وبعدين اليمين شمال يمين، لأنها لاعبة شولة بتبقى خطواتها بتبدأ بالقدم اليمنى عشان تبقى الجنب بتاعها بعدلة جسمها والوضع التشريحي المظبوط. يمكن الحقيقة برضو احنا زي ما النادي الاهلي ونجومه في كل الالعاب عودونا ان احنا عندنا العاب الصلاة، بالفعل احنا ملوك العاب الصلاة، والنادي الاهلي فعلا له الغلبة والسيطرة في العاب الصلاة، بس بعد الهجمة المرتدة دي السريعة ما هقول لحضراتكم عليها، حاول النادي الاهلي يلعب فاست بريك سريع عن طريق الاء. اهي كان في تصويبه من اوليكاكا، صوبت تصدت امنيه خالد وارتطمت بالعارضه ورجعت لمتها على طول ليلى، ولا اروع وتطلع رميه جانب، اتلعبت سريعه ومن متى الى ليلى، كوره بريست الايد كده متى عملتها سبين ذا ريست، تلف الكرة وتروح لليلى، تستلم ليلى وتلف وتعمل الكرة بريست ايديها من فوق حارسة المرمى. يمكن ايضا فريق سيدات الاهلي في كرة اليد كان ليه الغلبة بالفعل في الدوري المحلي واستطاع ان هو يحصل على بطولة الدوري العام للسيدات وايضا كأس مصر، ده في كرة اليد. اما في مثلا كرة السلة فالنهاردة في لقاء هام ومرتقب لسيدات النادي الأهلي في السادسة والنصف إن شاء الله في كرة السلة، وهو اللقاء الفاصل لو احنا عارفين ان احنا في مسابقات الباسكت بقى فيه زي بيست اوف ثري، فالنادي الأهلي لو فاز في لقاء اليوم يحصل على الدوري المصري لهذا الموسم ان شاء الله، فكل التوفيق لنجمات النادي الاهلي في كل الالعاب ان شاء الله. كوره سريعه وصلت لليلى واحرزت منها الهدف ال 32، واستكمالا لنتائج ايضا والعاب النادي الاهلي في كل اللعبات، ان اللقاء ان شاء الله في استوديو تحليلي في السادسة مساء للكابتن هيثم السعيد طبعا نجم ألعاب الصلاة للقاء اليوم، اللي إن شاء الله نتمنى التوفيق لفريق النادي الأهلي وحصوله على بطولة الدوري العام. فاست بريك سريع حاولت تعمله دلوقتي أمنية إلى ألاء، لكن كانت كرة طويلة شوية وتبقى تطلع رمية مرمى لصالح النواصر المغربي. يمكن الشوط الأول النواصر المغربي ما أحرزش سوى 4 أهداف فقط في خلال 30 دقيقة وهي زمن الشوط في كرة اليد، حتى الآن النواصر أحرز 8 أهداف يعني بمعدل 4 أهداف في الشوط الثاني أيضا، وإحنا بنلعب في الدقيقة 20 من زمن وأحداث الشوط الثاني. وقت مستقطع تايم أوت بيطلبه المدير الفني والجهاز الفني للنواصر المغربي، هنسمع كلا التوجيهات ونحاول ان احنا نشوف كلا المديرين الفنيين هيقولوا ايه في التايم اوت اللي طلبوا الجهاز الفني. انتهى الوقت المستقطع زي ما تابعنا حضراتكم اهو، يمكن بس كان صوت الجهاز الفني مش واضح قوي،
لكن كان واضح من تعليماته وإشاراته لفريقه إن هو عايز يبقى فيها تحركات عرضية وتقاطعات وتغيير في المراكز ومحاولة إسراع زمن الهجمة شوية عشان يبقى في شكل هجومي للفريق المغربي. إليسيا 77 طلعت كصانعة ألعاب، والأهلي ابتدى يلعب دفاع متقدم شوية أهي على أولي كاكا، لكن فعلا قدرت ملك إن هي تعطلها وتقع الكرة من إيدها وتبقى رمية مرمى لصالح النادي الأهلي. متى وتصوب متى وإلى متى هذا الأداء القوي من النادي الأهلي؟ إن شاء الله إلى منصة التتويج والوصول إلى المباراة النهائية إن شاء الله. لكن مش عايزين نغفل إن إحنا في بطل السوبر الأفريقي في كرة اليد للسيدات بيترو أتلتيكو الأنجولي في الجهة الأخرى، واللي كان يهم النادي الأهلي إن هو يبعد عن بجاله وخط سيره في منافسات البطولة، لكن إن شاء الله. وآدي كرة جميلة توصل لسارة حسام في الجناح بعد رمية إرسال سريعة استلمتها سارة ودخلت وصوبت وأحرزت الهدف 33، ومعاها إيقاف دقيقتين على نسيمة بكر رقم 2 مدافعة النواصر المغربي. 33 الأهلي، 9 النواصر المغربي. وادي يمكن كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي والداعم الرئيسي للفرق الجماعية وألعاب الصلاة في النادي الأهلي، وطبعا بحكم الخبرة والمجال والعمر الطويل اللي قضاه كابتن خالد العوضي في كرة اليد ككابتن النادي الأهلي وحارس مرمى النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني وقائد، وأيضا بيقدم كل الدعم والتوجيه للنادي الأهلي. وآدي كان في إعادة لهدف النواصر اللي أهرزته أولي كاكا، هي رقم 20 تصويبة، وعلى شمال حارسة المرمى أمنية، وكورة من ألعاب الهوى بقى على طول توصل من الجناح من سارة على الدايرة إلى 23 ليلى. اهي سارة لعبتها لليلى على الدايرة من الجناح الوينج رايت، استلمت ليلى وأحرزت الهدف 35. ادي حوار جانبي هو ما بين الكابتن خالد العوضي والكابتن يزيد السعدي من الاتحاد الافريقي، وهو مغربي الجنسية بالمناسبة، ولكن هنا هو بصفته من الاتحاد الافريقي، وتصدي من أمنية خالد وهدف في الشباك المغربية بيرد بيه على طول الهجوم الأهلاوي. عن طريق مين؟ عن طريق اللاعبة رقم 5 ناتاشا اللي قلت لحضراتكم ان ابتدى الكابتن محمد عادل يدخلها في أجواء الفريق وأجواء اللقاء في أحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء. كورة تاني ومحاولة كده اختراق، وعمل فنت مروحة عن طريق اللاعبة رقم 7 حسنة، والكورة فاست بريك حاولت تعمله أمنية خالد، لكن برضو كانت طويلة شوية، يدوبك استلمتها سارة حسام وهي على الدايرة واتقطعت على طول من نتاشا، وصلت الكورة من ليلى عز إلى سارة تاني، تروح لوحدها سارة بكل جسارة تحرز الهدف في الشباك المغربية. هي الإعادة بعد ما استلمت الكرة وراحت وأكدت وصوبت تصويبة قوية الهدف 37. حضراتكم على كابتن خالد العوضي اللي كان قدام حضراتكم في الكادر دلوقتي وفي الشاشة في المقصورة الرئيسية بجوار الكابتن يزيد الزعدي، وبتصوب دلوقتي هيرم ريود تصويبة من بره 9 متر ارتقاء،
وتصويبة على شمال أمنية خالد الهدف 37. ابتدى النادي الأهلي دلوقتي بيلعب ب4-2 هجوميا بنزول ناتاشا وليلى على الدايرة وفي الظهير أهي ملك وسارة حسام وتحرز بيها سارة حسام الهدف في الشباك المغربية. حوار جانبي كده على بنك احتياطي ودكة بدلاء النادي الأهلي والسعادة طبعا والفرحة على وجوههم. تصويبة ودفاع من ليلى واعتذار بكل روح رياضية كده لأن لاعبة إليسيا لاعبة النواصر كانت وقعت على الأرض فقومتها وسلمت عليها واعتذرت لها بكل روح رياضية. لكن احنا عارفين طبعا ان كرة اليد لعبة فيها القوة وفيها السرعة وفيها المراءة وفيها المهارة وفيها الجراءة مشاهدينا الكرام. وإليسيا بتغير اتجاهاتها دلوقتي وبترجع تاني وتخش بين جناح وتحرز في الزاوية الضيقة على يمين أمنية خالد الهدف. وادي كورة من ألعاب الهوى بيرد بيها على طول نجمات الأهلي إلى ألاء الهدف 39 أهي من متى إلى ألاء في الزاوية الضيقة برضو بعد ما استلمت الكورة وهي في الهوى. بقى كورة جميلة من اللي بتعجب الجمهور وبتستحق عليها التشجيع والتحية والضحكة الصافية والابتسامة الجميلة من نجمات النادي الأهلي سواء كانت غادة حسام ولا منة حارسة المرمى واحتياطي النادي الأهلي. هجمة قدر دفاعات الأهلوية ان هم يقطعوها عن طريق حائط صد بلوك ولا أروع ولا أجمل وتروح على طول هجمة للنادي الأهلي. متى هتحاول تتعاون مع مين؟ مع شهد واللي نزلوا دلوقتي ناتاشا على الدايرة وشهد وسعوا الدفاعات لأن بنلعب 4-2 هجوميا واستغلتها متى ودخلت وأحرزت وصوبت الهدف. أهي شايفين حضراتكم أن الدفاعات اتحركت مع الاثنين فراودة لاعبات الدائرة اللي نزلوا. وآدي البلوك من ملك أهي اللي قطعت بيها الكورة واتعملت الهجمة المرتدة للنادي الأهلي. زي ما كنا بنقول لحضراتكم وما زلنا بنؤكد ونقول كورة بكورة هجمة بهجمة إعادة بإعادة وفيهم كل الإفادة. عن طريق مين؟ عن طريق مخرجنا النهاردة محمد دكروري اللي الحقيقة مش مخلينا محتاجين أي إعادة لأي كورة إلا لما بنشوفها قبل ما نفكر فيها أو نتكلم عليها. تاني كورة تستلمها شاهد الشواربي وتلف وتلعب الكورة وهي بتقع على الأرض بظهرها باك هاند كده في الشباك المغربية وتستحق عليها التحية. وآدي متى لعبت الكورة إلى شاهد وشاهد حاولت تلف وهي بتدور قبل ما تكمل اللفة بتاعتها كانت بتصوب في المرمى إلى هدف 41 لصالح النادي الأهلي مشاهدينا الكرام. 41 الأهلي 12 النواصر. بنلعب في بداية دلوقتي الدقيقة 29 من زمن وأحداث الشوط الثاني من المباراة. توصل الكرة إلى حسنة لكن كان فيها لمس لخط الستة متر. هتلعبها أمنية خالد على طول لمتى ومن متى على الدايرة لشاهد الهدف 42. شهد الشواربي استلمت ودارت ولعبت الكورة برست ايديها في الشباك المغربية. وادي الحديث والحوار لا ينقطع والمتابعة للبطولة لا تنقطع ما بين الكابتن خالد العوضي زي ما قلت لحضراتكم. ادي اعاده ادي اعاده إليسيا بتصوب امنيه بتتصدى تطلع في اتجاه خط الجانب من ناحيه الوينج رايت تلمها
اللاعبة رقم 7 حسنة وتخش من الوينج رايت تاني، لكن أمنية وتصدي بقى وتألق وتعمل 2 في 1 كده في هجمة واحدة، تصديتين وبتستحق عليها تشجيع وتحية من دونجو كامارا. بالراحة يا كامارا على أمنية مش قدك. احنا عايزين ان شاء الله نوصل الى دور الثمانية اللي هتقام لقاءاته في الغد ان شاء الله، وزي ما قلت لحضراتكم هنقابل ثالث المجموعة الاولى، وان شاء الله في حالة الفوز هنقابل بقى في السيمي فاينل وربع النهائي ونصف النهائي عفوا، هنقابل اللي هيفوز من اللقاء اللي هيجمع ما بين اول المجموعة الاولى مع رابع المجموعة الثانية. فان شاء الله كل التوفيق لنجمات النادي الاهلي. ابتدى دلوقتي النواصر يعمل تغيير في المراكز ونزل شيماء، وقعت الكرة من ايدها لمتها الدفاعات الاهلوية، لكن ارتداد دفاعي سريع للفريق المغربي وما نجحش النادي الاهلي انه يوصل بالكرة الى الشباك المغربية في الهجمة المرتدة الماضية. حسناء هتصوب أمنية مرونة ورشاقة عالية وتمنع الكرة من الوصول للشباك، بالرغم ان هي كانت بره الثلاث خشبات لكن هي كانت رايحه معاها وقافله مرماها تماما، فطلعت الكوره بره الملعب رميه مرمى لصالح النادي الاهلي. خلاص متبقي 15 ثانيه مشاهدينا الكرام، وتمويه كده بتمرير الكوره للجناح في من الزاويه الضيقه، لكن تقطع الاء وتحرز الاء اهو شايفين، ودخلت بين 1 و2 واستغلت الذكاء بتاع ماتا والتمريره القوية ومعها الهدف 43 لصالح النادي الأهلي. نقدر نقول كده مبروك النادي الأهلي الفوز بلقاء اليوم، وهارد لك النواصر المغربي تصويبة في القائم اللي بيزود عن أمنية خالد النهاردة وبيمنع الكرة من الوصول للشباك، ومعها صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز النادي الأهلي. مشاهدينا الكرام اللي بنقول لهم ألف مبروك وإن شاء الله بالتوفيق في الأدوار القادمة والوصول إلى نهائي البطولة إن شاء الله. شكرا لحضراتكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم معنا، وشكرا لقناة النادي الأهلي الحقيقة اللي بتنقل لنا هذه اللقاءات حصرية عبر شاشتنا، وألف مبروك لجمهور النادي الأهلي ولكل محبي وعشاق كرة اليد المصرية. 43 الأهلي 15 النواصر المغربي. شكرا لحضراتكم على متابعتكم معنا، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في اللقاءات القادمة، وشكرا لأسرة عمل قناة النادي الأهلي ومخرجنا محمد دكروري، وكان معكم معلقكم الرياضي إيهاب رجب، على أمل اللقاء بكم في اللقاءات القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.